انا مش ثانيه من جينيوس اونلاين اكاديمي. هنبتدي بقى مع بعض السنه دي ان شاء الله ساينس الايه من جريد 6. انتوا بتحبوا الساينس ولا مش بتحبوا الساينس؟ انا بحب الساينس. مين انا؟ مين قال انا؟ يوسف انا كمان بحب، انا برضه يا مس بحب الطعام. ايوه، هو اصلا ماده جميله، والسنه دي بقى ان شاء الله هتكون ايه لطيفه وهتكون حلوه وهنستمتع بيها كلنا. شايفين معايا الشاشه اللي ظهرت؟ أيوة. تمام. شايفين ايه اللي في الصوره مع بعض؟ الصوره اللي بقى ظاهره قدامكم شايفين ايه؟ راجل اه بيبني بيلدر. اه بيبني بيلدر بيبني بيلدينج او وول. احنا لو بصينا كده هنلاقي فيه بيلدر عمال ايه يبني حيطه او يبني هاوس او يبني ايه جدار او غرفه. طيب هو علشان يبني الغرفه دي هو محتاج ايه؟ هو محتاج محتاج طوب. محتاج صح محتاج بريكس. البريكس اللي هو بيستخدمها دي. طيب بيعمل الوول ازاي؟ بيحط بريك جنبيها بريك جنبيها بريك تاني، كل ايه كل شويه يحط طوبه جنب طوبه جنب طوبه. طيب وبعد ما يحطهم جنب بعض يبتدي يكون عندي ايه الوول او الهاوس او ايه الحاجه اللي هو بيبنيها. يبقى انا عندي بريك جنبيها بريك جنبيها بريك كده يعمل لي الوول. فلما اجي اقول ايه هي البيلدينج يونت اوف ذا وول اور ذا هاوس، يعني ايه البيلدينج يونت البيت يعني؟ نعم يعني اللي بنصنع منه صح، هي او البيت. اليونت او الوحده اللي انا بستخدمها علشان ابني حاجه. فالبيلدينج يونت بتاعت الوول او الهاوس هي ايه؟ هي البريك. يعني لما اجي اقول البريك ده consists of what، بيتكون من ايه؟ من البريكس. group of bricks together make a wall. a group of bricks make a wall. طيب لو جيت ابص بقى على my body، جسمي انا، my body لما اجي اقول my body is consists of what او what is the building unit of my body، جسمي ده سيل بيتكون من ايه؟ مين قال بيتكون سيل؟ من سيل صح شطورة حلا، شاطرة كلب. حلا. بيتكون من السيل. يعني انا لو تخيلت ان انا جسمي عامل زي الوول دي او عامل زي الهاوس، البيلدينج يونت بتاعتي هي السيل. كلب صح السيل. طب ايه هي السيل دي؟ وهل السيل دي موجودة في اي حاجة؟ يعني لو انا قدامي تيبل دلوقتي، قدامي اللابتوب دلوقتي، هل لو انا بصيت على اللابتوب ده او بصيت على المكونات بتاعت اللابتوب هلاقي ان في سيلز، ولا السيلز دي لا موجودة في اورجانيزمز معينة؟ اه يا هلاقي ربنا بتفعل. صح، هلاقي ان السيل is a building unit of the living organisms. طب حد يقول لي مين هم ال living organisms؟ الانيمالز الكائنات والهيومنز الحية والأرض. الكائنات الحية الانيمالز والبلانتس والهيومنز. صح. في حاجة تاني؟ لا طبعا أنت الأنتس حشرات انت دي برضو كل ده أنيمال انيمال، انس تبع الانيمالز برضو. في حد كده. دخل معانا بس اسمه ايه؟ حد دخل تاني؟ اسمك ايه اللي دخلت؟ احمد؟ تقريبا سلمى مسيوني. هو يرد. احمد؟ اسمها سلمى. هو مش عايز يرد. تمام، هو اسمه احمد. لا اسمه بتقول اسمها سلمى انا بسيوني. سلمى، انتي هي سلمى؟ دخلت تمام. ازاي؟ ازاي؟ كانت معانا. ماشي ازاي؟ اه هي دخلت تاني. تمام. طيب نركز يا اولاد سوا. صح، يبقى هي الليفينج اورجانيزمز هما ايه؟ هما الانيمالز والبلانتس والهيومن. طب في ليفينج اورجانيزمز تاني؟ اه في عندي تاني ليفينج اورجانيزمز اسمهم ايه؟ اسمهم المايكرو اورجانيزمين. اسمهم كده مايكرو، مايكرو يعني ايه مايكرو؟ يعني ده ايه؟ يعني هي حاجة على صغيرة صغيرة جدا جدا مش بنشوفها ولا بالمايكروسكوب. صح. المايكرو يعني حاجة صغيرة قوي 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 مش بقدر اشوفها غير بالمايكروسكوب. بس دول يعتبروا برضو من الليفينج اورجانيزمز، بس we can see them without بيتكونوا من naked تحت eye. بالسماء أو أي اه مش بنقدر نشوفهم بالنيكد ايز. يعني ايه نيكد ايز؟ يعني عينيا دي كده انا اقدر أنا اشوفهم. بتكلم. مش حتى مش الميكروسكوب، في حاجة اسمها إلكترونيك مايكروسكوب بنشوف بيها. صح. مين اللي قال الكتريك مايكروسكوب؟ يوسف شطور شطور شطور. طيب أنا عندي سؤال. قولي حبيبي.
زي المايكرو اورجانيزمز مكونة من السل، وهي تقريبا يا مس ممكن تكون بحجم السل. هي جسمها كله سيل واحده، اسمها ايه دول؟ اورجانيزم اسمهم يوني سيلولر. يوني يعني وان، يوني يعني وان، فهي البادي بتاعها كله عباره عن وان سيل، هي جسمها كله وان سيل، عشان كده بنقول هي مايكرو اورجانيزم، مايكرو اورجانيزم او ايه اللي هي يعني اورجانيزم صغير او مايكرو صغير. ليه؟ لان اولا جسمها صغير، حجمه صغير، ويوني سيلولر يعني بيتكون من وان سيل بس، هو وان سيل. طيب يعني ايه نيكد اي؟ احنا قلنا اتفقنا النيكد اي يعني عينينا، ان ايدد اي بالعين يعني، او يعني ايه ان ايدد اي؟ المغردة صح مجرد. صح صح ان ايدد اي يعني عيني انا دي من غير اي مساعده، من غير حاجه. يعني انا مثلا طب اهو، شاطر شاطر. او انا لابسه ايه؟ انا لابسه لا جلافز. ليه؟ علشان طبعا انا نظري ضعيف شويه، لاش. يعني انا لو بصيت على البوك ده جيت اقرا كده فيه من غير ما البس النظاره ممكن ما اشوفش الكلمات كويس. ليه؟ علشان عينيا ضعيفه شويه، فهاجي ابص على الكلام هبقى محتاج ان انا اكبره. النظاره دي بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي ماكسمايزنج لايه؟ للصوره او للكتاب او ايا كان تكبير قدامي. للصورة. يعني ايه ماكسمايز؟ يعني تكبير، بتكبرها لي فانا اقدر اشوفها. طيب انا لو عايزه اشوف السيل او عايزه اشوف المايكرو اورجانيزم هعوز ايه؟ هعوز حاجه. مايكروسكوب هو اللي هيعمل لنا تكبير. مايكروسكوب. صح، شطورين ما شاء إلكتريك الله، مايكروسكوب. مظبوط، كلكم شطورين. هعوز حاجه زي جلاسز دي تعمل لي ايه؟ تعمل لي ماكسمايزنج برضو للسيل او ماكسمايزنج للمايكرو اورجانيزم اللي انا عايزه اشوفه وتكبره لي. بس هل هي تبقى زي النظاره دي؟ لا، النظاره بتاعتي دي بتكبر حاجه بسيطه قوي، ضعيف. بتكبر أنا حاجه سمعت صغيره. في نظارات بتتصنع، مش في نظارات بتتصنع بتكبر كده. مظبوط، بس النظاره مهما كبرت بتبقى ايه؟ قليل، يعني تكبيرها بس بيبقى قليل. لكن بس مايكروسكوب مايكروسكوب أقوى ده بكتير. سبيشال ديفايس، بيعمل ايه؟ بيعمل لي ماكسمايزنج للصوره بطريقه كبيره اكتر بكتير بكتير من الجلاسز دي. الجلاسز دي مهما كبرت بيكون تكبيرها قليل جدا، مش زي المايكروسكوب. طيب انا هو هقدر مش اقول المايكروسكوب بس، مش في حاجة زي الدويرة كده ومعليها خط كده، عليها تمام خط كده مش تمام كده. تمام طيب هي السيل قد ايه؟ السيل يعني ممكن يكون حجمها قد ايه كده؟ علشان انا مش صغيرة متخيل. صغيرة قوي 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 قوي. قد ايه يعني؟ يعني انا لو بصيت على ايدي ومسكت ايدي دي، مش أيوة. ايدي دي مليانة سيلز؟ مش ايدي دي مليانة سيلز؟ انا لو بصيت على ايدي دي هل هقدر اشوف السيلز اللي فيها؟ لا طب لا لو قربتها جامد قوي، لو قربتها جامد قوي من عينيا كده هقدر اشوف طيب السيلز اللي فيها؟ لا هقدر اشوفها؟ لا، برضو مش هقدر اشوفها. طب امال اعمل ايه علشان اشوفها؟ بس الحاجة الوحيدة اللي احنا نقدر نشوفها هي بصمة ايدينا. ماشي، احنا دلوقتي بنتكلم عن السيلز بقى مش على بصمة الايد. هنبتدي طيب هوريكوا حاجة كده نتخيل بيها حجم السيل قد ايه. هنلاقي ان حجم السيل ده صغير جدا جدا جدا. زي الايد ماشي، الواحدة تقريبا مصنوعة من مليون 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 تريليون. احنا هنشوف حجمها الناس دلوقتي عامل ممكن ازاي. حضرتك ايه يا الناس حبيبي؟ بعد ما نخلص واحدة الدرس، مش سامعاكي. ممكن حضرتك ايه؟ الناس ممكن حضرتك بعد ما نخلص الدرس تعمل لنا كويس على برنامج. اعمل لك ايه؟ الناس ممكن كويس. حضرتك تعمل لنا كويس بعد برنامج على حاضر. برنامج طيب كويس بعد على ممكن برنامج ايه؟ حضرتك تعمل لنا كويس بعد ما نخلص الدرس ممكن يا حبيبتي. كويس. حاضر حاضر. انت حلا ولا سلمى؟ يعني سلمى وأنا، سلمى ولد، سلمى وأنا سلمى وانس. تمام ماشي يا حبيبي. لا سلمى وأنا أنا وانا ماشي يا حبيبي ماشي. طيب شايفين معايا الشاشة اللي انا فاتحاها دي ولاد؟ طب دلوقتي شايفينها؟ دلوقتي شايفين حاجة؟ شايفين. أيوة تمام. تعالوا نشوف مع بعض كده السيل حجمها قد إيه. هنبص كده على إيه؟ على إيدينا أهي، إيدينا أهي شايفين؟ شكرا. احنا بنشوف سايز بارت 1 كونسبت 1 كونسبت 2. طب ظهر قدامكم كده الإيد والسيل. ايوه
في ايه على الجنب كده. تمام، شفتوها ولا عايدها كمان؟ حضرتك يا مس، ايه عايزه اسمه؟ اهي الايد يا مس. شفتوها؟ طيب ده فيديو، ده فيديو، عايزه اشتغل؟ اشتغل كويس ولا مش اشتغل؟ لا مش اشتغل خالص. تمام، شفنا قد ايه، اخدنا قد ايه وقت عشان نوصل للسيل، كبرنا قد ايه ايدينا عشان نشوف مش السيل اللي اشتغل يا جواه. مس، مش مش اشتغل. شغال، مش شغال، ها مش شغلت شغال تاني اهو. يا تيتشر. انا مش شايفه الفيديو. طيب ايوه تمام والله كده اشتغل تاني اهو، الفيديو شايفين؟ مش شغال. مين بيقول مش شغال؟ ممكن حضرتك تقفلي الشير يا مس، بعدين تشيري تاني ممكن يشتغل. ممكن يا حبيبي. تيتشر أيوة يا حبيبي. صوت حضرتك بيقطع. لا مش بيقطع بقى المرة. طيب ايوه كده شايفين؟ انا طيب شايف انك هو شايفين كده؟ تمام؟ انا شايف شايفين كده احنا شايفين فيديو؟ فيديو. تمام، هيشتغل فيديو دلوقتي اهو. نبص بقى، نركز كده، نشوف، هنشوف السيل قد ايه. اهو بتاع ها اهو شايفين؟ فين دي؟ ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ يا نهار ابيض. احنا يا مس احنا بنعمل رحلة يا مس. رحلة، شوفوا تكبير قد ايه عشان اقدر اشوف السيل. يبقى السيل دي تايني تايني جدا، صغيرة قوي قوي قوي، علشان تايني كمان لسه صغيرين. علشان ده النملة. تمام، علشان اقدر اشوفها بحتاج اعمل ايه؟ استخدم a special device called microscope. زي ما قلت لكم كده، الميكروسكوب بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي ماكسمايزنج للتايني اوبجكت، بيخلي الحاجات الصغيره قوي زي السيل اللي في ايديا دي اللي انا ما اقدرش اشوفها خالص خالص بعينيا خالص، يكبرها لي، يعملها لي ماكسمايزنج، اقدر اشوفها، مش اشوفها هي بس، كمان اقدر اشوف جواها في ايه، اقدر اشوف من جوه السيل فيها ايه، من جوه الاورجنلز اللي جواها وكل المكونات الموجوده جواها اقدر اشوفها. فكده نقول السيل هي ايه؟ cells they are the main building unit of living organisms. هي ال building unit، هي وحدة البناء بتاعت ايه؟ بتاعت جسمنا. يعني ال cell مع ال cell مع ال cell group of cells بيعملوا لي ايه؟ بيعملوا لي tissue. طيب لو خدت group of tissues هيعملوا لي ايه؟ هيعملوا لي an organ، هيعملوا لي عضو. طيب some organs، شوية أعضاء مع بعض هيعملوا لي ايه؟ هيعملوا لي system. احنا أخدنا systems في grade 4 و grade 5، حد يقدر يقول لي systems اللي احنا أخدناها؟ your body. digestive system، digestive system، ايوه ايه كمان؟ جهاز حاجات كتير التنفسي قوي. والريسبيراتوري سيستم، مظبوط. طيب نقدر ايوه. فاكرين اي حاجه ان digestive system consists of what؟ هنلاقي digestive system consists رئة of او لا مش رئة، stomach. 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 نزول مش تمام. اسمه يبقى الله. المعدة بيتكون من جروب اوف اورجنز، الستومك، الماوث، ثروت، السمول انتستين، لارج انتستين، دول كلهم اسمهم ايه؟ اسمهم اورجنز. طيب انا لو خدت اورجن واحد منهم مثلا الستومك، خدت الستومك هلاقي الستومك دي بتتكون من ايه؟ من تيشو. هلاقي الستومك بتتكون من تيشو. طيب لو جبت التيشو دي وشفت ان هي بتتكون من ايه؟ تيشو كونسيست اوف وات؟ هلاقيها بتتكون من جروب اوف سيلز. يبقى السيل هي البيلدينج يونت، building unit of our body. والسيلز بتعمل ايه؟ طب ايه فايدة السيل في جسمي؟ بتعمل لي ايه؟ هلاقي ان السيل carry out all vital activities، هي بتعمل لي كل ال vital activities في جسمي. يعني ايه vital activities؟ يعني اي حاجة انا بعوز اعملها السيل هي اللي بتعملها لي. يعني مثلا دلوقتي انا اتعورت في ايدي، عندي تعويرة، يعني ايه؟ يعني جلدي ده اتفتح بقى فيه كده فتحة او فيه شق كده. طيب ده بيخف ازاي او بيروح السيلز ازاي؟ السيلز بتتجمع مع بعضها. بس مش دايما، لو تعويضة كبيرة قوي مش تتجدد. لو لا كبيرة ازاي بتتجدد؟ ممكن تكون بتاخد وقت اطول بس بتتجدد. هلاقي لا ان لازم تخيطها، لازم تخيطها. ايش؟ ما هي الخياطه دي بتعمل لي ايه؟ بس بتقرب لي السيلز من بعض، لكن بيحصل فيه increasing للنمبر اوف سيل. بلاقي ان السيلز عماله تعمل ديفيجن او النمبر بتاعها بيزيد، فيبتدي يخلي لي الجرح او التعويره اللي في ايدي دي يحصل لها ايه؟ تبتدي ان هي تلم وتقفل وتخف، الاقي الجلد اتكون تاني،
مكان الحتة اللي كانت متعورة أو مقطوعة، وهلاقي إن التعويرة خفت وراحت، ممكن تكون سبب مكانها علامة بس بلاقيها خفت. طب إيه اللي حصل في التعويرة دي؟ هلاقي إن الـ number of cells increase، عمل لي إيه؟ خلالي الجلد يلتئم أو يمسك في بعض، مسكوا في بعض تاني وقفلوا لي إيه؟ قفلوا لي الوون ده أو الجرح ده. طيب الـ cells بتعمل لي إيه تاني؟ مثلا لو انا بيبي، كلنا طبعا شفنا بيبيز بيكون نيو بورن صغيرين كده، مش كلنا شفنا بيبيز صغيرين؟ بيقطعوا الصلب اللي ايه عندهم، بتقول ايه؟ بيقطعوا الصلب اللي عندهم. ايوه مظبوط، بس كلنا شفنا جسمهم قد ايه، يعني اه كده حتى لو بقول بصينا على حاجه واحده في مثلا صوابعهم، بنشوف صوابع النيو بورن او بيبيز قد ايه، بنلاقيها صغيره قوي 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 قوي. طيب لو جينا بصينا عليهم كمان 2 years 3 years، بنلاقي ان جسمهم كبر وايديهم كبرت وطولوا. طيب ده حصل ازاي؟ برضو السيلز بتعمل ايه؟ increasing the number بتكبر of cells، السنس. اه بتعمل الجروث، الجروث اللي هو النمو، بتخلي بقى ايه ايدينا تكبر ورجلينا تكبر جسمنا يكبر، فده اسمه جروث. فهلاقي ان السيل هي responsible for all vital activities in our body، هي المسؤولة عن كل الاكتيفيتيز اللي انا عايزة ايه اعمل. تمام. طيب احنا قلنا ان هي حجمها صغير قوي، هي حجمها صغير قد ايه يعني؟ ازاي قد ايه صغير؟ قد ايه صغيرة صغيرة جدا خالص، زي جدا ما شفنا في جدا. الفيديو بتاع الهاند، عشان نشوف السيل جوه الهاند عملنا قد ايه، كبرنا خالص خالص، هنلاقي ان حجم السيل بيتكون من ايه، من 1 مليمتر to 0.05 0.05 مليمتر، هنلاقي ان حجمها صغير قوي. احنا لو بصينا على الرولر كلنا عندنا مسطره صح، السنتي فيه قد ايه؟ لو حد اكيد اخدناها في الماث، هنلاقي ان ال 1 سنتيمتر كونتين 10 مليمتر صح. المليمتر ده قد ايه؟ اللي هي المسافه بين شرطه وشرطه صغيره اللي بتبقى موجوده في الرولر، فدي مسافه صغيره قوي. المسافه الصغيره دي كمان هي السيل اصغر منها يعني تقريبا ب 100 مره، يعني السيل دي صغيرة تايني تايني تايني، عشان كده ما اقدرش اشوفها خالص خالص بإيه، بعناية، لازم استخدم الميكروسكوب قدامنا ده. ليه لا كده؟ لازم هو فيها بس تحت السن. انا جربت الميكروسكوب مرة بس هنا في المدرسة، تمام شفت بيه ايه؟ كنا بنشوف الكرز جواها ايه تمام، هو الميكروسكوب قدامكم اهو شايفينه؟ احنا ممكن نشغله كمان. لا احنا هنبص فيه بس، انتوا شايفين الميكروسكوب ده؟ احط عينيا بس، خليني احط عينيا شوف كده من الميكروسكوف. بس بيضحكوا علينا، بس احنا ايه اللي شايفين ظهر في الميكروسكوب ده؟ ايه اللي احنا شايفينه في الميكروسكوب ده؟ نقط حمرا كده شكلها غريب شوية. ركز معايا يوسف، ركز معايا، ايه اللي احنا شايفينه في الميكروسكوب؟ سيلز سيلز، اه دي سيلز. طب دي ايه؟ دي الانيمال سيل. انيمال سيل بنقول على السيلز بتاعت الهيومن والانيمالز بنقول عليها ايه؟ انيمال سيل. شكلها ايه الانيمال سيل؟ هنحس ان الانيمال سيل سيركلر شويه، شكلها مدور شويه، يعني مدي على سيركل شويه، فدي اسمها الانيمال سيل. طيب دي يا بس دي بتاعتنا حمرا سيل بلامت زرقاء، قصدي بتقول السيلز ايه؟ بتاعتنا زرقاء. السيلز من جوه 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 بلامت طبعا. بلامت سيل، تمام، دي بلاند سيل، شايفين دي لونها اخضر شويه، دي بلاند سيل، هتحس ان شكلها ده عامل حرف ازاي؟ ال H، شويه حرف ال شكلها H. عامل زي ما يكون ايه؟ ريكتانجل شويه كده، ريكتانجلر شويه، لونها كفاش جرين عشان ال object اللي محطوط عليه جرين، بتقول ايه؟ لونها جرين عشان البلانت لونها جرين. تمام مظبوط، فهنلاقي ان البلاند سيل مالها شكلها ريكتانجلر شويه، الانيمال سيل شكلها سيركلر ايه شوي، فدي البلانت سيل. طيب هو بيقول لنا بقى اللينث بتاعت الانيمال سيل والبلانت سيل قد ايه، اهي من 0.1 مللي ل 0.005 مليمتر، يعني كمان مش مللي، لا ده اصغر من مللي بكتير قوي، عشان كده لازم نستخدم بس انت المايكروسكوب. سبب همس بتاعتي اللي كانت بتقول على زيرو او سمايل فيس. تمام. طيب هنشوف بقى، احنا ايه قلنا ايه؟ ان السيلز كلها تايني قوي وصغيره قوي، ما نقدرش نشوفها غير بالمايكروسكوب. طيب في سيلز عندنا ممكن تكون كبيره شويه، اه في عندي سيل كبيره شويه ممكن اشوفها بعينيا، اللي هي ايه؟ الانفيرتلايزد ايج، او الايج بتاعت ايه؟ بتاعت الدجاجه، اللي هي دي شايفينها، دي تعتبر وان سيل،
ودي السيل الوحيدة اللي أنا أقدر أشوفها بعناية، بيج سيل، أو اللي أنا أقدر أشوفها without microscope. هي إيه؟ هي unfertilized egg، اللي هي البيضة بس بتاعة. مش لو يعني مش السلة ديت لو اتحولت لفرخة مش هنقدر نشوف السلة. اه بعد كده لو بقت كتكوت مش هنقدر نشوف السيل بتاعها فعلا من غير الميكروسكوب، لكن هي دي نفسها دي وان سيل. أنا أحلم يعني نعم، دي هي سيل، دي كلها سيل دي كلها سيل. اللي احنا بناكلها ليه بناكل سيل. بناكلها؟ ايوه اللي احنا بناكلها دي كلها سيل. دي تعتبر لارجست سيل، او السيل الوحيده اللي اقدر اشوفها بايه؟ بعناية. كلنا طبعا بنشوف الاكس بعنينا عادي من غير مايكروسكوب، بنشوفهم عادي. فدي السيل او اللارج سيل الوحيده اللي اقدر اشوفها بايه؟ بعناية، without a بس microscope. طعمها حلو، السلة دي طعمها طعمها حلو حلو طبعا غير طبعا، أي طعمها سلة. حلو. أنا ما أعرف. طيب هو بيقول يهو، do you think that there are living organisms made up of one cell؟ يكون جسمها كله one cell؟ اه في، احنا قلنا مين هي اللي جسمها بيتكون من one cell؟ مايكرو أورجانيزم مايكرو اورجانيزم زي مين؟ زي البكتيريا. هلاقي the whole body of bacteria is one cell. طب يعني هي كبيرة كده زي الايج اقدر اشوفها؟ لا، هلاقي ان اليونيسيلولر زي مش الكوفيد 19 صح، بس ده كوفيد فيروس 19 مش بكتيريا. كوفيد 19 فيروس. طيب البكتيريا اقدر اشوفها بعينيا مثلا ممكن تكون كبيره زي الايج؟ لا، هلاقي ان البكتيريا smaller than الايه، الانيمال سيل والبلانت سيل. هلاقي ان هي اصغر كمان من البلانت سيل والانيمال سيل، بس هي يوني سيلولر. يعني ايه يوني سيلولر؟ يعني هي جسمها كله consists of one cell. one cell غير جسمنا احنا ايه خالص، هي جسمها بيتكون من ايه؟ من one cell. طيب هو بيقول لي length of bacteria، طيب طول البكتيريا دي قد ايه؟ او less than، يعني less than يعني يعني اصغر من، يعني انا عندي اصغر قد cell. البلانت سيل. لا اصغر 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 كمان، هي less than 0.005 ملم. احنا عندنا اصغر سيل بتكون 0.005 ملم، دي اصغر animal cell او plant cell. طب البكتيريا، هلاقي ان البكتيريا is less than الرقم ده، هي كمان اصغر من الانيمال سيل او اصغر من ايه؟ هي سيل واحدة. تمام، وجسمها كله صح سيل واحد، مظبوط. طيب لما انا بكبر زي ما اتفقنا، قلنا احنا كلنا شفنا نيو بورن، كلنا شفنا بيبيز، وكلنا شفنا الولاد الصغيرين، وشفنا قد ايه ان البادي بتاعهم سايز اوف بادي او سايز اوف اورجنز بيكون ايه؟ فيري سمول. ايديهم صغننه خالص ورجليهم صغيره، هم كلهم اصلا بيتولدوا وكله شاف كده. اخت البيبي. بيبي عندي اه اخت كلهم البيبي ايه؟ نايمه بيكونوا ورايا صغيرين دلوقتي، خالص. نايمه دلوقتي ورايا، بس تمام. ما تعملش صوت شويه احنا نايمه. ماشي. لكن بعد شويه لما يمر وقت بلاقي ان البيبيز دول بيحصل لهم ايه؟ بيحصل لهم جروث. طب ايه اللي بيحصل يخلي البيبيز دول يحصل لهم جروث؟ ايه اللي بيحصل يخلي جسمهم يكبر؟ هلاقي ان النمبر اوف سيل انكريز، هلاقي كل سيل بتطلع لي ايه؟ يعني كل سيل بيحصل لها ديفيجن او انقسام، وبتعمل لي ايه؟ بتطلع لي تو سيلز. فلاقي جسم البيبي او حجم البيبي اللي كان صغير بيعملوا خالص. تايم ستون، نعم؟ بيعملوا تايم ستون، انا مش سامعاك، بيعملوا ايه؟ تايم ستون. تايمز 2. ايوه صح مظبوط. هلاقي ان النمبر اوف سيل انكريز، فتبتدي بقى السايز بتاع البيبي اللي كانوا صغيرين يوم كل شويه يكبروا سنه سنه سنه، كل يوم يكبروا شويه، فلاقي ان حصل لهم جروث وكبروا وجسمهم كبر. طب ده بيحصل ازاي؟ السيل حجمها بيزيد ولا النمبر اوف سيل بيزيد؟ هلاقي ان السيل النمبر اوف سيلز هو اللي انكريز، لكن مش السايز اوف سيل، يعني النمبر اوف سيلز انكريزز. نعم؟ ده لو كده بس كنا زماننا نشوف السد، لو كده ايه؟ لو كده كان زماننا شوف السد. اه لو كده اصلا صح، لو كانت السيل انكريزنج ان سايز، يعني انا كل ما اكبر مثلا السيل بتاعي مش بتزيد غير في العدد، لا بتزيد في الحجم، كنا شفناها فعلا صح، كانت بقى كل شويه تكبر كل شويه تكبر كل شويه تكبر، كنا قدرنا نشوفها without microscope. لكن لا، ال size of the cell ثابت، لكن ايه اللي بيزيد؟ هلاقي ان ال number of cells هو اللي ايه؟ هو اللي بيزيد، لكن ال size مش بيزيد. طيب لو ابتدينا نبص على ال cells، هل ال cells اللي موجودة في جسمي كله او في جسمي كله كلها شبه بعض؟ طيب ال animal cell شبه ال plant cell ولا لا في اختلافات ما بينهم؟ طب في similarities؟ طب في حاجات متشابهة ما بينهم؟ هنبتدي نبص نشوف ايه السيميلاريتي. المتشابه الوحيد يعني مثلا ان هم كلهم سلي.
تمام. طيب والسيم. هنبتدي نشوف ايه هي الديفرنسز والسيميلاريتيز بتوين ايه، بتوين السيلز. اول حاجه هنلاقي ايه، ان الانيمال سيل والبلانت سيل الاثنين فيهم ايه، فيهم حاجه مشتركه. ايه هي، ايه المشترك بين الانيمال سيل والبلانت سيل؟ هنلاقي البيربل كده بول على حضرتك بس اللي هي دي دي ايه. اه القطعة دي تمام. هنلاقي ان الانيمال سيل والبلانت سيل الاثنين عندهم حاجه اسمها ايه، اسمها السيل ميمبرين. سيل ميمبرين، وات از ذا سيل ميمبرين؟ يعني عارف بقى لما تيجي كده تجيب حاجه تشيلها مثلا جوه كيس، الكيس ده عامل زي السيل ميمبرين، بيغلف السيل من بره، يعني بيغطيها او بيقفلها من بره. هلاقي ان كل السيل بينهم، كل السيلز اني تايب اوف سيل، بلانت سيل انيمال سيل، هما الاثنين عندهم ايه، سيل ميمبرين. وات از ذا سيل ميمبرين؟ هو ايه الخط اللي موجود ايه بره، ده الغشاء بتاعها اللي موجود فين، اللي موجود بره، ده اسمه السيل ميمبرين اللي من بره، ده الدايره دي. طيب هاجي في البلانت سيل هلاقي فيه واحد من بره وواحد من جوه، السيل ميمبرين هو اللي ايه، اللي من جوه. فدي تعتبر similarities between البلانت سيل والانيمال سيل. طيب أنا ايه مس كمان؟ تيتشر سؤال اتفضل يا حبيبي. لقى سؤال أنا هو ايوه دلوقتي يعني هي جوه السيل في حاجات تانية؟ جوه السيل طبعا في حاجات تانية، في اورجنلز تاني جوه هناخدها في الدروس اللي جاية بعد كده، لكن احنا دلوقتي لسه بنتكلم عن السيل نفسها. مظبوط يا محمد، شاطر شاطر يا حبيبي، مظبوط. طيب هلاقي فيه differences between الايه، السيلز ايه هي. هلاقي ان في حاجة ممكن اسمها أخش سيل الحمام؟ وول. اتفضلي يا حبيبي. هلاقي ان في حاجة اسمها سيل وول، السيل وول دي موجودة في كل السيلز؟ لا، هلاقي السيل وول دي موجودة في البلانت سيل بس من بره، البلانت سيل بس هي ايه اللي موجود فيها السيل وول. طيب في ايه حاجة السنتو تاني، دي؟ ينفع تعيد الحتة دي؟ اه اقول حاضر تاني، في حاجة اسمها السيل وول، السيل وول دي جدار تاني موجود فوق حوالين السيل. مش احنا اتفقنا ان في حاجة اسمها السيل ميمبرين؟ هلاقي ان السيل ميمبرين موجود في الانيمال سيل وفي البلانت سيل. طيب البلانت سيل عندها اكسترا ميمبرين، عندها ميمبرين كمان غير السيل ميمبرين، اسمه ايه؟ اسمه السيل وول. يعني عندها تو ميمبرينز، لون اخضر اه عندها السيل ميمبرين وعندها السيل وول، عندها اتنين. طيب ايه كمان ال differences between السيلز؟ هلاقي ان في سيلز بيكون موجود فيها نيوكليس، نيوكليس دي اورجانيل موجود جوه السيل او عضو كده جوه السيل، هنعرف بعد كده بيعمل ايه. هنبص هنلاقي ان في سيلز ممكن يكون فيها نيوكليس وسيل ما فيهاش نيوكليس، زي ايه، زي البلاد سيل. البلاد سيل دي ما فيهاش نيوكليس خالص، اللي هي الحته الدايره الصغيره اللي جوه دي. فهلاقي ايه، هبص في الانيمال سيل دي، دي نيرف سيل ودي بلاد سيل، يعني دي سيل موجوده في الدم ودي سيل موجوده في الاعصاب في النيرف. هلاقي السيل الموجوده في النيرف مالها، ان هي فيها نيوكليس. طب السيل الموجوده في البلاد هاف نو نيوكليس، يبقى دي من الديفرنسز بتوين السيلز. معنى كده ان السيل موجوده في ديفرنت اورجنز او سيستم بتختلف عن بعض، يعني السيل اللي في البلد مختلف عن السيل اللي في المصل، مختلف عن السيل اللي في الاستومك، مختلف عن السيل اللي في السكن على ايدي، كل سيل هلاقيها مختلفه. ليه؟ لان الفانكشن اوف ذا سيل ديفرنسز فروم وان اورجن تو انذر. يعني الفانكشن بتاع السكن مختلف عن الاستومك، السكن بيعمل لي بروتكشن للبودي، الاستومك بتعمل لي دايجستشن. فطبيعي ان السيل الموجوده في الاستومك تكون مختلفه عن ايه، عن السكن. تمام. وان حتى شكل السيلز كلها ما بتكونش شبه بعض، هلاقي ان السيل من مكان لمكان بتختلف، يعني الاستومك سيل شكلها غير النيرف سيل، شكلها غير الماسكولر سيل، شكلها غير البلاد سيل. كل سيل موجوده في اورجن هلاقي ان شكلها حتى مختلف، زي الصور اللي عندنا تحت، شايفين اللي تحت دي ماسكولر سيل، يعني سيل موجوده في الماسلز في العضلات. طيب دي السيل الموجوده في الليفر. طيب دي السيل موجودة في النيرفز في الأعصاب. فبالتالي كل، حتى السيل نفسها في جسمي أنا، في جسم الإنسان نفسه، الشيب بتاعها أو السايز أو الخصائص بتاعتها بلاقيها مختلفة من أورجن للتاني. تمام يا ولاد؟ تمام؟ اوكي okay. طيب هنشوف كده مع بعض إيه؟ كام سؤال كده سوا.
مين اللي كان عايز سؤال؟ مين اللي كان بيقول عايزين أسئلة بعد ال بعد السيشن؟ حالة تقريبا ولا سلمى؟ تمام. طيب احنا خلاص كده اتفقنا ان السيشن. نعم، مين بيتكلم؟ ده بس عشان الوقت خلاص قرب يخلص على السيشن وهتنتهي، فعايزين نشوف مع بعض السؤال ده. السؤال بيقول ايه؟ Who am I؟ أنا مين؟ Who am I؟ يلا. Used in exploring the cell. Device بنستخدمه علشان نشوف السيل ونعمل لها exploring ونشوف انا بتتكون. عارفه مش فيه ها اسمه ايه؟ مايكروسكوب. مايكروسكوب. مايكروسكوب، برافو شاطرين. طيب السؤال اللي بعديه، The building unit of plant body. ايه هي ال building unit of the plant body؟ سيل سيل. اذا سيل، مش سيل هقول، هو بيقول لي البلانت بادي، هو بيقول لي بيحدد لي البلانت بادي، يبقى انا اقول ايه؟ سيل البلانت سيل. اقول البلانت سيل، هو حدد لي البلانت بادي، يبقى اقول هي البلانت سيل، لان انا عندي تو تايبس اوف سيلز، فاقول هي البلانت سيل. طيب اللي بعده، the building unit of animal body. animal body يبقى مين؟ سيل animal cell زي ما اتفقنا، يقول animal cell، هو بيقول لي animal body، يبقى انا اقول animal cell. طيب the building unit of a human body ايه هي؟ human cell human، animal cell، ما مش human cell، animal cell، هي ال animal cell. طيب حاجة او organism lens is less than 0.005، less than بكتيريا. بكتيريا. برافو، مين قال بكتيريا؟ أنا شطورة بكتيريا شطورة، صح، هي البكتيريا، less than، أقل من 0.05، يبقى هي إيه؟ البكتيريا. excellent. يا طيب وبيقول لي أنا I don't have a cell wall، أنا ما عنديش cell wall، يبقى أنا مين؟ إحنا اتفقنا إن cell wall مش موجودة في كل animal cell. cell human هي صح animal cell صح animal شطورين، انتوا cell شطورين جدا ما شاء الله. animal cell صح، ما عندهاش السيل وول. مين عنده سيل وول؟ plant plant cell. cell plant cell، برافو plant cell تمام. كده كده خلصنا الاسئله وخلصنا الايه السيشن. انتوا شطورين خالص، وزي ما شفنا ان الساينس معانا ايه ظريف، والمنهج ظريف، والدرس حتى درس سهل ويعني ايه ولطيف قوي. احنا بس ان ايه نركز. آسفة يا مس على التأخير. ولا يهمك يا حبيبي، اتأخرت كل ده لسه ما جاش في التويلت كل ده. آه أكلت كتير أنا. تمام يا ولاد. يبقى ده ايه درس السيل اهو، زي ما شفنا الديفيجن بتاع السيل اهو. فاحنا بقى نذاكر كده الدرس كويس، ونحل الاكسرسايز اللي موجوده مع الايه مع الليسون، ورا الليسون في الكتاب طبعا. كلنا بس معانا كتاب أنا معيش الكتاب. عادي، انا دي معاك الكتاب المعاصر بس انا معاك ده بس عادي. المعاصر هو مش انا معايا اتغير، المعاصر تمام، هو الكتاب مش اتغير، هو المعاصر. فنذاكر الليسون ده كويس وهنلاقي معايا ايه. المعاصر نعم معايا المعاصر تمام، نذاكره وهنلاقي فيه اكسرسايز بعد الليسون. ايه نحلها ممكن؟ دلوقتي ولا عادي مش مشكلة، نذاكر بس الليسون بس انا ايه. حليت ها قولي، مين بيقول انا حليت؟ انا بحل هنحلهم يا مستر ونبعتهم في الهوم ورك يا حبيبي طبعا، نحلهم ونبعتهم في الهوم ورك على طول. هنلاقي الدرس ايه لطيف خالص وسهل، انتوا كلكم اصلا شطورين. و حليتهم بتقولي ايه يا سلمى؟ انا حليت الأسئلة حليت طبعا اول صفحة وثاني صفحة ممتازة، انتي شطورة جدا يا سلمى اصلا، حتى بتجاوبي وشطورة اوي. ومحمد كمان شاطر، ويوسف، كلكم بصراحة شطورين جدا. فنحل الاكسرسايزز كده وان شاء الله ايه نلاقي الدنيا تبقى سهلة ايه معانا. خلاص عرفتوا اسمي ايه؟ حضرتك يا مستر احنا مش كملنا الدرس حتى احنا خدنا the cell of living organisms are not cell ماشي، بس علشان هي السيشن دي قليلة يعني مش هنكمل حتى الساعة، فأنا مرضيتش أبدأ بس في الجزء اللي بعديه لأن مش هنلحق نخلصه.
طب افرض يا مس جالنا سؤال عليهم هنحلهم ازاي؟ حبيبي هنعيد الدرس كله تاني في الأول حصة إن شاء الله، كل الدرس ده هيتعاد تاني من أوله لآخره، ولا تزعل نفسك خالص. بس هي عشان بس السيشن دي بتبقى صغيرة، مش زي السيشن العادية اللي احنا هناخدها. تمام محمد اللي بيتكلم. تمام يا محمد. ألو.